السادس من ديسمبر. في السادس من ديسمبر من العام 1877 صدر العدد الأول من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي فازت عبر تاريخها ب47 من جوائز بوليتيرز التي تقدمها جامعة كولومبيا في نيويورك، وقد ساهمت تقاريرها باستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. وفي اليوم ذاته من العام 1941 بدأ الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين هجومه ضد أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية، وكان أدولف هتلر قد خرق معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي وحاول احتلال المدن السوفيتية، ففتحت ضده جبهة شرقية مما أدى إلى انتصار الحلفاء وهزيمة دول المحور بقيادة هتلر. السلطات الجنوب أفريقية اعتقلت في السادس من ديسمبر من العام 1956 نيلسون مانديلا بسبب نشاطاته السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري. مانديلا مكث في السجن 27 سنة قبل أن يفرج عنه مع سقوط نظام الفصل العنصري في العام 1991، وقد وصل إلى رئاسة بلاده في العام 1994. وفي السادس من ديسمبر من العام 1971 انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية، وذلك بعد 4 أيام من الإعلان عن اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. في مثل هذا اليوم من العام 1992 حدث صدام كبير بين الهندوس والمسلمين بمدينة أوديا بولاية أتار باراديش الهندية، عندما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح هندوسي في مكانه.